الاتصالات حاليا تعمل في 18 دولة، وصلنا إلى العالمية خاصة في وجودنا في هذه الدول. نحاول دائما في دخول أي سوق أن نقدم قيمة مضافة، سواء كان للمجتمع أو للمشترك أو حتى لشركائنا في هذه المناطق. في الإمارات على سبيل المثال، طبعا الحدث الأكبر هو إطلاق الفايبر تو ذا هوم، اللي هو الألياف الضوئية إلى كل بيت. أبو ظبي صارت العاصمة الأولى في العالم اللي موصلة بالكامل بالفايبر أوبتيك، بالألياف الضوئية. وأيضا قاعدين نتوسع في جميع الإمارات، وصلنا إلى نسبة جدا كبيرة، وإن شاء الله خلال هذه السنة سيتم الإتمام، يعني وصول أو التوصل إلى جميع المنازل والمكاتب عن خلال الفايبر إلى المنازل. مددنا أكثر من 3 مليون كيلو متر من الألياف الضوئية في دولة الإمارات، وأظن مثل هذه يعني التقنية راح تعطي مجال أكثر للمشتركين أن يقدرون يستعملون السعات الكبيرة في الخدمات المختلفة اللي يحتاجونها. وأيضا من أكبر الأحداث اللي حصلت هذا العام في دولة الإمارات، اللي هو إطلاق الجيل الرابع. الجيل الرابع نتكلم على سرعة توصل إلى 100 ميجا بت بالثانية، سرعة جدا كبيرة من خلال الأجهزة المتنقلة. حاليا في الإطلاق المبدئي للموضوع عندنا أكثر من 700 محطة توصلت في دولة الإمارات وجاهزة وانطلقت للجيل الرابع. نأمل أن نوصل إلى 1000 محطة إن شاء الله للجيل الرابع في دولة الإمارات خلال هذه السنة. وما هي أبرز المشاريع التي تعمل عليها اتصالات في هذه المرحلة؟ اتصالات حازت على ثقة الكريدت ريتنج، اللي هو الائتمان اللي قدرنا نكون أحد القلائل في العالم اللي تقدر تحافظ على مركزها المالي. يوجد عندنا مخزون فائض نقدي، أيضا عندنا يعني توجه في دراسة أسواق مختلفة متى ما كانت الفرصة جيدة لدخول أسواق جديدة، ولكن الوقت الحالي نحن ندرس الفرص بدأت تقلص في الوقت الحالي بسبب يعني المتغيرات في المنطقة، سواء كانت متغيرات سياسية أو حتى اقتصادية. أصبح في عدد قليل من الرخص الجديدة أو أيضا المشاركة، لكن نحن عندنا استراتيجيات مختلفة، سواء كانت مشاركة على شكل شراء أو الدخول إلى أسواق جديدة أو حتى التعاون بين المشغلين مع مشغلين آخرين، مثل ما عملنا مع فرانس تيليكوم وتيلينور، أو أيضا يعني لا زلنا حتى خلال فترة الأزمة شاركنا في عملية تقييم أو دراسة الدخول إلى أسواق، مثل ما عملنا بجهد من خلال صفقة زين. أيضا لا زال هناك يعني أتوقع أن في فرص، لكن إذا شفنا الفرص تغطي أهم 3 أشياء نحن نرغب فيها، اللي هي أن نكون نضيف قيمة مضافة للمجتمع اللي راح نخدم فيه وإلى المشترك وإلى شركائنا. إذا تحققت هذيلة فيكون في هناك دراسة ضمن خطتنا التحفظية في عملية الاستثمار.